السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخوتي الأعزاء متابعي قناة المعلق لاوين هابيل الكردي على اليوتيوب، أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم في الحلقة الثانية من برنامج قصة في الذاكرة، وبعد انقطاع طويل جدا عن تقديم هذا البرنامج الأسبوعي رجعنا إليكم مجددا لتقديم هذه الحلقة. واليوم في الحلقة الثانية سنتناول قصة بطعم المونديال، أيضا قصة لن ينساها الشعب اليمني العظيم. هل عرفتم ما هي؟ لا، هي ليست الفوز ببطولة غرب آسيا للناشئين، بل هو الوصول للمونديال العالمي للناشئين في فنلندا في عام 2003، أكبر وأقوى بطولات كرة القدم على الإطلاق. ونتمنى منكم أن توصلوا هذه الحلقة إلى 100,000 مشاهدة وتفجروها بالإعجابات، ونوصلها على الأقل إلى 10,000 لايك. لكن كالعادة قبل كل شيء وقبل البدء في سرد القصة، دعونا نصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق والبشر، حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجوم اليمن للناشئين الذين قارعوا البرازيل والبرتغال والكاميرون. المنتخب اليمني للناشئين الذي شرف العرب ومثلهم في مونديال العالم للناشئين في فنلندا، والذي سطر اسمه بحروف من ذهب في موسوعة كرة القدم. الحديث بالتفصيل عن هذا الإنجاز معي أنا المعلق لاوين هابيل الكردي. بداية دعونا نوصل هذه الحلقة لأكبر عدد من الأشخاص لكي يعرف الجميع بأن لليمن تاريخ كبير في بطولة كأس العالم، وهذه ستكون أول حلقة مفصلة عن تأهل المنتخب الوطني اليمني للناشئين إلى كأس العالم. استعدوا وحضروا كوبا من القهوة أو الشاي ولننطلق سويا إلى تفاصيل القصة. كانت البداية بإدارة الفريق ممثلة بالأستاذ وليد بشر، ثم إلى اتحاد الكرة اليمنية ورائدها آنذاك الأستاذ المرحوم محمد عبد الإله القاضي، ودور وزير الشباب والرياضة حينها الأستاذ حمود عباد. وبالتأكيد ينسب الفضل الكبير إلى الخبير الألماني تورستن فرانك سبيتلر، الذي تعاقد معه الاتحاد اليمني لتكوين منتخبات الناشئين والشباب وإسناد مهمة التدريب للعبقري الذي يسميه، وهو المدرب الكابتن أمين السنيني. وفي ذات السياق ينجح اليمن في استضافة تصفيات المجموعة الأولى. بدأ منتخب اليمن مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا في الإمارات بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب الكويت وفلسطين والبحرين، وأقيمت مباريات هذه المجموعة في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث استضافت كل مباريات هذه المجموعة. لعب الأحمر اليماني مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا ضد البحرين، وحقق حينها المطلوب منه وهو الفوز بهدفين نظيفين على نظيره البحريني. وفي المباراة الثانية بعد الفوز على البحرين يلاقي الأحمر اليمني نظيره الفدائي الفلسطيني في مباراة كانت سهلة على المنتخب اليمني، وحقق فوزه الثاني على التوالي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وفي آخر مباراة أمام الأزرق الكويتي حقق المنتخب اليمني الفوز الثالث على التوالي بنتيجة 4-1، وليتصدر مجموعته ويتأهل إلى بطولة كأس أمم آسيا للناشئين في الإمارات. وانتظرت الجماهير اليمنية حينها قرعة بطولة أمم آسيا ليأتي يوم القرعة، وتضع القرعة المنتخب اليمني بجانب أقوى منتخبات القارة الشمشون الكوري الجنوبي وفيتنام وباكستان. نذهب إلى يوم المباراة والحدث الكبير، انطلاق بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات في عام 2002، ومواجهة بين المنتخب اليمني ونظيره الفيتنامي، والأنظار كلها تتجه نحو تلك المباراة كونه أول اختبار للمدرب أمين السنيني واللاعبين في أقوى بطولات القارة الصفراء. بعد بداية حذرة ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني يتقدم المنتخب اليمني بأول الأهداف في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، وبعدها يسجل الثاني في الدقيقة 72، وتنتهي المباراة بفوز اليمن بهدفين مقابل لا شيء. وينجح المدرب أمين السنيني في أول اختبار له مع الأحمر اليمني في كأس آسيا،
ويكون المنتخب اليمني قد تجاوز أول اختبار بنجاح، لينتظره لقاء صعب جدا في مباراته الثانية أمام كوريا الجنوبية، المباراة الأصعب والاختبار الحقيقي لأبناء المدرب أمين السنيني. بدأت المباراة حذرة من الجانبين، وفي الدقيقة 9 المنتخب الكوري يحصل على ضربة جزاء ويسجل لي جاي الهدف الأول للشمشون الكوري، وبعدها يأتي عبد علي وبعد 5 دقائق فقط ليسجل التعادل للصقور اليمنية في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 36 يتقدم اليمن بهدف ثاني عن طريق اللاعب جمال ناصر، وينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن 2-1. ويبدأ الشوط الثاني ومنتخب كوريا يدخل بقوة ويسجل التعادل في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب جي يونغ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين. وتعتبر نتيجة جيدة لأنها كانت أمام منتخب مرشح لنيل اللقب وهو الكوري الجنوبي، أقوى منتخبات القارة. المباراة الأخيرة من المجموعة أمام باكستان اختبار سهل نوعا ما، رغم أن المنتخب الباكستاني يعتبر من المنتخبات الجيدة في فئة الناشئين، إلا أن المنتخب اليمني تمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، ليتأهل المنتخب اليمني إلى جوار المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية، وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية. في دور الثمانية المنتخب اليمني يصطدم بنظيره السوري في مباراة تعتبر صعبة لأنها في أدوار خروج المغلوب. بدأت المباراة والمنتخبان يطمحان للفوز والتأهل إلى المربع الذهبي، والمباراة كانت قوية، ولكن استطاع المنتخب اليمني الفوز بنتيجة 2-1 على سوريا بهدف ذهبي قاتل في الأشواط الإضافية، ليتأهل المنتخب اليمني إلى الدور نصف النهائي لملاقاة منتخب الصين. نذهب إلى يوم الحدث الأكبر، المباراة المصيرية للصقور اليمنية، والمباراة كانت مصيرية لسببين. أولا، الفائز سيتأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا، وثانيا سيتأهل الفائز مباشرة إلى كأس العالم لعام 2003 في فنلندا، والوصول إلى العالمية، أي أنها كانت مباراة بطعم المونديال. نذهب إلى يوم المباراة. في 20 من الشهر 9 من عام 2002 بدأت المباراة والقلوب تخفق والأعصاب مشدودة بالنسبة للشعب اليمني والعربي. حاول المنتخبان لكن دون جدوى ليأتي اللاعب طارق الحيدري وعن طريق ضربة ركنية ويسجل الهدف الذهبي برأسية سكنت شباك الصين في الشوط الإضافي، ليعطي بطاقة العبور للنهائي الآسيوي وللمونديال العالمي لأول مرة في تاريخ اليمن للمنتخب اليمني، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة اليمنية، وليضرب موعدا مجددا مع الشمشون الكوري الجنوبي. نذهب إلى النهائي الحلم والقمة اليمنية الكورية في المباراة النهائية التي جرت على ملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي أمام أكثر من 20,000 متفرج يمني. بدأت المباراة وسط أجواء من الترقب من جانب الجماهير اليمنية، وكان المنتخب اليمني الأفضل والأحسن انتشارا، وضاعت فرص خطيرة لليمن، ولكن المنتخب الكوري كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 22 عبر يونغ دونغ، ولم يدم التفوق الكوري أكثر من 6 دقائق، حيث نجح عوض حسين سالم في إدراك التعادل الذي ظل قائما حتى نهاية الوقت الأصلي، ولم يشهد الوقت الإضافي فرصا حقيقية للتسجيل باستثناء كرة ليونغ دونغ ارتدت من القائم الأيسر. وذهبت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية ليحرز المنتخب الكوري الجنوبي لقب البطولة بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأهل المنتخبان الكوري واليمني إلى نهائيات كأس العالم حينها في فنلندا في عام 2003 ببلوغهما المباراة النهائية، ويتأهل معهما المنتخب الصيني الذي فاز على أوزباكستان وحصل على المركز الثالث. وبعد نهاية البطولة بدأ المنتخب اليمني الاستعدادات لكأس العالم للناشئين المقام في فنلندا، حيث وضعت القرعة حينها
وصيف آسيا منتخب اليمن في المجموعة الحديدية أمام بطل كأس العالم وأمريكا الجنوبية البرازيل وبطل أفريقيا الكاميرون وبطل أوروبا البرتغال.